إذا قيل لك ما هو وصف حال المشرك في الصحراء فقل الضياع المحقق، قل أنا أدعو من دون الله وهذا هو وصف حال شخص في الصحراء معه أصحابه قد أضلته الشياطين يمنة ويسرة وأصحابه يقولون يا فلان هلم إلينا فالطريق منها هنا نحونا فيرفض ذلك. قال تعالى قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.